السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين شيوات أم العربي. غادي نوجدوا مع بعضياتنا وتحت طلب العديد. بغاو كيك يكون عائلي ولكن يكون سهل وبسيط وما يكونش فيه مكونات كثيرة ولا زواق كثير، يعني بغاو شي حاجة عادية وفي الأمام طون لذيذة. فاليوم غادي نوجدوا مع بعضياتنا واحد الكيك عائلي كيجي لذيذ بزاف. اللي غادي نحتاجه فيه 6 ديال البيضات، كاس عنبة ديال زيت المائدة، جوج كيسان عنبة ديال سكر سنيدة وما تخافوش لأنه محلوش. الوصفة الأصلية فيها 500 غرام ناقص جوج معلق كبار، فأنا درت جوج كيسان كبار. غادي نحتاجو 500 غرام ديال الدقيق الأبيض الخاص بالحلويات، هنا تقريبا واحد جوج كيس ديال السكر فاني، أنا هنا عندي العلبة، 3 كيس ديال الخميرة ديال الحلوة، وغادي نحتاجو معاه هذا. ما غنديروا لا ياغورت لا والو، مي غنديروا هاد منعش كيف كيقولوا ليه الدراري الصغار، هذا فرويتي انا عا بغيت نوريه لكم، هو ماشي اشهار لا والو، خليته في باش تعرفوه منعش كيدير جوج دراهم هنا بنكهه الفواكه يعني ديال الموز، شفتوا؟ المهم فرويتي ديال الموز. الطريقه غادي ناخذ الخلاط الكهربائي ديالنا، هنا كيف كتشوفوا جبت الخلاط الكهربائي، غندير فيه هذوك 6 ديال البيضات، والقياس ديال المول انا غادي ندير غير مول دائري عادي فيه 30 سنتيمتر، فالديامتر ديالو 30 سنتيمتر. هنا كيك عائلي يعني راه غادي يكون المول كبير، بغيتو ديروه مطقوب ديروه، بغيتو ديروه مستطيل ديروه، مربع الاشكال اللي تبغيو. انا فضلت هذا الدائري وفيه 30 سنتيمتر. هنا جوج كيسان عنبه عامرين ديال السكر سنيده، غادي ندير معاهم الفاني، هنا غندير معلقه اولا اللي عزيز عليه، نزيد شويه عزيز عليا انايا هاد النكهه ديال الفاني. ديروا جوج كيس ديال السكر فاني في الدقيق والخميره وهذا منعش، غادي نخليهم حتى الاخر. دابا غادي نديرهم يتخلطوا مزيان حتى ينسجموا لينا ونتلاقاو. فهنا كيف كتشوفوا مني خلطنا هذاك الخليط ديال البيض، هانتو كي كيولي يعني خصو يتطرب مزيان كيولي عندنا كريمي بحال هكايا. دابا غادي نضيف هذاك نص كيلو 500 غرام، ديروا 500 غرام كامله يعني عبروها 500 غرام، هذه طاح وغادي نخلط. وهذوك 3 كيس ديال الخميره الحلوه غادي نخلطهم حتى ينسجموا، غادي يبان لكم الخليط ثقيل لكن مازال غادي نضيفوا هذا. دابا كيف كتشوفوا مني تخلط، هانتو القوام ديالها كي كيكون. دابا غادي نضيف هذا المنعش كامل ديال جوج دراهم، كيف قلت لكم نكهه ديال الموز، ها هي غادي نفرغوا، خليته حتى هو الاخر. علاش؟ لانه غادي يعطيني واحد النكهه. فانا كنصحكم اي كيك عادي بالياغورت ما ديروش الياغورت مع البيض يطربوا، خليوه حتى ديروا الطحين والخمارات اخر حاجه تبقى هو هذاك، باش مني كطيب تتبقى ديك النكهه ديال هذاك اللي فخوي اللي درنا، يا فاني يا موز يا اي حاجه بغينا تتبقى مركزه وباينه باينه يعني في الكيك ديالنا. فدابا غادي نخلطها حتى ينسجم ليا مع هاد المكونات. هانتو هاي العجين بدات كتطلق، نديرو بحساب ان المهم ديرو نص كيلو ديال الطحين في هاد المكونات اللي عطيتكم،
يعني 500 غرام. الكاس ديال العلبه فيه 140 غرام، 140 غرام ديال الدقيق. يعني شحال غنديروا من كاس ضربوا الحسبه باش تخرج لكم 500 غرام. على ريحه طالعه غزاله غزاله بزاف. دابا غادي نجيب المول ديالي. هنا كيف كتشوفوا خط المول ديالي قلت لكم في القطر ديالو 30 سنتيمتر، انا درته دائري وغادي نفرغ فيه هذا الخليط ديالنا وغادي ندخلو الفران يطيب. كيف عارفين هانتو ريحة الموز عاطية غزالة، وعاد هاد منعش تتكون فيه النكهة مركزة بزاف، وكيكون لذيذ شوية على الياغورت فكيعطي واحد المذاق غزال للكيك، وحتى القوام اللي حيت الياغورت ماشي غير للنكهة في الكيك، راه حتى القوام ديال الكيك والتفشفيشه ديال الكيك. فإلا درنا كيك بالحليب ماشي هو كيك اللي كنديروه بالياغورت، ماشي هو الكاك اللي كنديروه باللبن. كنعرفوا ان الكاك ديال اللبن عاوتاني كيجي شي حاجه رائعه. كيف ممكن في هذه الوصفه ديروا القياس اللي درت انا هذاك ديال المنعش، نشوف شحال فيه قبل ما نرميها. ما عرفتش شحال فيها من مليليتر، مهم غير وحده وصافي. ها فيها 220 غرام، يعني الدوبل. بحال غنديروا جوج ياغورت كيتقاموا علينا جوج ياغورت كبار بأربعة دراهم، غادي نديروا فرويتي بجوج دراهم. ممكن ديروا نفس القياس اللبن ولكن ديروا النكهه ديال اللي باغين. هنا درت انا خيرت الموز. دابا غندويو على الفران. الفران غادي ندخلوا الكاك ديالنا الفران اللي يكون بارد، نشعل عليه البوطه يعني العافيه تكون غير الاسفل ديالو، وندخلوا الكاك ديالنا على درجه حراره 180 او لا 170. ندخلوها حتى تبان لنا الكاك تنفخات وتحمرات من الجناب. المهم البنات اللي كيقول لك الكاك كيكون في الفران طالع وناجح معاهم، بمجرد ما تخرجوا من الفران كيهبط، فهذا كيدل على ان درجه الحراره كانت كثيره بزاف وكميه الدقيق ناقصه، اولا كميه ديال الزيت الدهنيات كثيره اكثر من القياس. هادو ثلاثه الاسباب ديال فشل الكيك اولا الكيك اللي كيهبط. دابا غادي ندخلها الفران طيب، ومني غادي يطيب غادي نتلاقاو وغادي نكملو باش غنزينوها مع بعضياتنا. الكاك ديالنا قربات غادي تخرج من الفران، بقى غير تحمر شويه من الفوق. هنا خدت 200 غرام ديال الشوكولاته ذوبتها، لانني هاد الزواق اللي غادي ندير عادي وكلكم عاد كتعرفوه فما كاينلاش نضيعوا فيه الوقت وتقولوا الفيديو طويل. فخديت 200 غرام ديال الشوكولات غادي ندير فيها ثلاثه العلب ديال هاد الدانيت. ممكن ديروا غير وحده او ممكن ديروا غير جوج، كيف ممكن ديروا غير الشوكولاته بوحده غير هو، حيت ملي كيقصح وتبداو تقطعوا فيه كيتفرتت. كيف ممكن تذوبوا غير الحليب مع الشوكولاته تزيدوا عليه طريقه الزبده، كيف ممكن تذوبوا الشوكولاته مع الكريمه. الا درنا 200 غرام ديال القشده الطريه نديروا معها 200 غرام ديال الشوكولاته صافي ونزينوا بها. انا غير بغيت ندير قدامكم، انا درت ثلاثه ديال العلاب لان الكيكه غتجي كبيره، وهذا غادي نخليه غادي نحركو وغادي نديرو في بوش. الزواق اللي كنقول لكم كيحمقني دائما هو ديال الميلفي، فهاد لاغاناش غادي والصلصه غادي نفرغها فوق الكيك ديالنا، وغندير خطوط بهاد الكريم كراميل ديال هاد الديسير غادي نديرو فوق منه صافي. دابا هانتو ها الكرناش كي كيولي غادي نفرغوه فوق الكاك ملي تخرج ونزينو بهذا الدانيت كراميل ولا ديسير فلون كراميل. هنا كيف كتشوفوا الكاك ديالي فرغت على هذاك، شوفوا كيف كتجي كبيره الكيكه الرويضه كي كيسميوها البعض. هنا خديت هذاك الديسير طليتها كامله بهذيك لاكاناش، ودابا غادي نزينها بهذا الديسير. انا قلت لكم ما غنديرش معكم
مي تفاديا لبعض الاخوات اللي غيدخلوا يقول لك ما درتيش معنا الزواق، فراه غير غطلعها عادي وغادي يديروا هنا. غادي نقطع هاكا وغادي ندير هذوك الخطوط. صافي غادي ناخذ كوردون غادي نحاول نمشي وغادي نعاود نرجع اللي بان ليا شي خط ما هواش ما مقادش غادي نقادو نرجع حتى بحال هكا على هاد الشكل. وهنا في الجناب غادي ندير شويه ديال الفيتين. هذه هي الكاكه ديالنا من بعد ما زيناها قدامكم، زينتها بهذا لي سيغار. نتمنى الوصفه ديال اليوم تروقكم وتنال الاعجاب ديالكم. كيجي خفيف هذا الكيك بزاف والمذاق لذيذ لذيذ بزاف. غادي نقطع لكم غير طريف باش تشوفوها انتو خفيفه كتجي اسفنجيه بزاف. بغيت نقطع لكم باش تشوفوها. انتو كتجي عاليه وكتجي مفشفشه من الداخل وغير هذاك الشوكولا دار ليا هبط مع الموس. نتمنى الوصفه ديال اليوم تروقكم وتجربوها. الى اللقاء في وصفه قادمه بحول الله.